كثير ما يكتب عن الحزب لا تقرأوه، يلعبون بالعناوين، وبعض الصحافة المأجورة تهيننا وتستعملنا، تتفتش عن بعض الأخطاء، تؤول كلامنا، تؤول مواقفنا، تخلق أخبار في بعض الأحيان. مرة كنا أتعشى أنا وسمير، وفي اللحظة في نفس اللحظة صدر عنوان بإحدى الجرائد الإلكترونية: سمير يترأس مجلسا اجتماعا في مراكش للإطاحة بوابي، وهو كان جالسا معي. ويتكلم عن مجموعة مراكش التي ستقود إذا كانت مجموعة في مراكش فأنا رئيسها، وإذا كانت هناك مجموعة في مراكش فأنا أقبلها، وتكون عندي مجموعة في الدار البيضاء، وتكون عندي مجموعة في طنجة، ويكون هناك تنافس ونقاش، أنا أقبل هذا النقاش. تأكدوا كذلك أن تلك الصحافة التي تزمر عن انسحابنا من الحكومة أو حتى عن إعفاء بعض من وزرائنا أنها تحلم بكوابيس، وتريدها تلك الكوابيس أن ترميها على حزب الأصالة والمعاصرة. يكتبون كما يريدون. لاحظنا أن أكثر من 400 مقال يتحدث عن إعفاء أحد وزراء حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنة ونصف. 400 مقال كتب على أنه سيتم إعفاء وزير من الوزراء. طبعا كان لعبد اللطيف الوهبي نصيب كبير في هذه الإعفاءات، ولكنني سأجلس على قلوبهم، سأستمر وسأطلب من الله عز وجل أن يمدد من عمري إذا كان ذلك حتى تنتهي هذه الحكومة، لأموت وأنا أقول لهم لقد استمريت وسنستمر. أنا فخور بوزرائنا، فخور بوزيراتنا اللاتين ترونهم أمامكم، شباب يملكون الثقافة ويملكون القدرة على الإدارة ويملكون القدرة على مواجهة الملفات، وفوق هذا وذاك هما أجمل الوزيرات.